نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من جريدة أخبار اليوم، ونقرأ ملفا تحت عنوان السيسي 6 سنوات من الإنجاز. الصحة أصبحت تاجا فوق رؤوس المصريين. مصر تنتقل من الظلام للنور وتتحول لمركز عالمي لتصدير الطاقة. العشوائيات تختفي ومدن الجيل الرابع تتصدر. طرق عالمية ومشروعات عملاقة في النقل. يعد توفير السكن الملائم أحد متطلبات الإنسان المعاصر، وكذا أهم القضايا الملحة لصانع القرار، حيث إنه يمثل إحدى الركائز الأساسية لأمن المجتمع، حيث وصل متوسط نسبة معدل الزيادة السكانية إلى 2.8% من إجمالي عدد السكان الحالي، وتعتبر هذه النسبة عالية جدا بمقارنتها بدول العالم، مثلت تحديا لمصر حكومة وشعبا في الفترات السابقة دون اتخاذ إجراءات سريعة للمواجهة، حيث بلغت إجمالي الوحدات المنفذة في الفترة من 2005 إلى 2013 حوالي 383,000 وحدة، أي بمعدل 48,000 وحدة سنويا، والذي يعد معدل تنفيذ ضعيف جدا لمواجهة هذا التحدي. ولكن مع بدء عصر جديد للدولة مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، قامت الأجهزة بتوجيهات من الرئيس السيسي بوضع خطة عاجلة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المشروعات السكنية التي تناسب شرائح المجتمع، مثل إسكان اجتماعي وإسكان متوسط ومتميز. كما أنه حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يعاني من عدم توافر مستلزمات الإنتاج وصعوبة توفير السولار والبنزين، فضلا عن كثرة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمسطحات المائية للبحيرات وتدهورها وسوء وتهالك البنية الأساسية والخدمية في القطاع الزراعي. ولكن تغيرت الأوضاع بعد تولي الرئيس السيسي، وبدأ قطاع الزراعة يشهد جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات. من بوابة الأهرام نقرأ خبر بعنوان مدبولي ندرس أحوال العائدين من الخارج ومؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية والبترول والثروة المعدنية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والتجارة والصناعة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض الجهود التي قامت بها الدولة على مدى الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفي الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التي يتمتعون بخبرات فيها من واقع استمارات البيانات التي قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية. وفي هذا الصدد اقترحت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الخارجية والهجرة والتخطيط والتجارة والصناعة والقوى العاملة والتضامن والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم في مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين في مجالات العمل المختلفة. ومن موقعنا موقع صدى البلد الإخباري نقرأ مفوضية الاتحاد الأفريقي تشكر أبو العنين: اعتمدنا على رؤيته لمواجهة تأثير كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أثنت مفوضية الاتحاد الأفريقي على مشاركة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن في اجتماع المفوضية الافتراضي حول تأثير فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة. وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي إنها اعتمدت على مساهمات النائب محمد أبو العينين خلال المناقشة المفتوحة ورؤيته حول كيفية عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي بشكل وثيق مع الدول الأعضاء ومجتمع الأعمال على جبهات متعددة خلال هذا الوباء، وأن مساهمته حظيت باهتمام كبير بين المشاركين. وردا على مساهمة النائب محمد أبو العينين، قالت المفوضية إنها تلقت ردود فعل إيجابية للغاية من الحاضرين، كما تقدمت بالشكر لأبو العينين على نجاح الاجتماع. وأعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن أملها في أن يكون الاجتماع الافتراضي حقق نتائجه المنشودة، كما طلبت مزيدا من الاقتراحات لجعل هذه التجربة أفضل للمشاركين في المستقبل. وتقدمت المفوضية بالشكر للنائب محمد أبو العينين من خلال برقية أوضحت فيها أن فريق عمل المفوضية في الجامعة الأمريكية سيقوم بتوزيع مادة مسجلة على جميع المشاركين تتضمن مقترحات المتحدثين في اليوم وموجز التوصيات الخاصة بالحدث، بما في ذلك الرسائل الرئيسية التي يجب متابعتها. وتابعت برقية الشكر: نشكرك مرة أخرى على مساهمتك ودعمك المستمر، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل. كان النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن دعا الرؤساء الأفارقة إلى عقد قمة طارئة عبر وسائل التواصل الحديثة لمناقشة الوضع الذي تمر به القارة وتداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات القارة. جاء ذلك خلال مشاركة أبو العينين عبر الفيديو كونفرنس ممثلا عن مصر بمؤتمر الاتحاد الأفريقي حول تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في أفريقيا، والذي أداره فيكتور هاريسون مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد، وشارك فيه ممثلون عن كل الدول الأفريقية. ننتقل إلى موقع اليوم السابع، ومنه نقرأ خبر بعنوان: التعليم الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات. قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة انتهت بشكل كبير، وننتظر بدء الامتحانات في موعدها في 21 من يونيو الجاري. أضافت المصادر في تصريح خاص لليوم السابع أن آخر عدة مراحل في الاستعدادات هي إرسال خطابات الندب للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، إضافة إلى استلام رؤساء اللجان للمدارس التي تعقد فيها الامتحانات، وأيضا توزيع المستلزمات الصحية من كمامات ومطهرات على لجان السير، ووضع جدول تصحيح وتقدير امتحانات الثانوية العامة عقب انطلاق الامتحانات. واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 من يونيو 2020، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 من يوليو 2020. نذهب إلى الوطن ونتابع التضامن. صرف معاشات أصحاب الشريحة الثالثة غدا. أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عملية صرف المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM التي بدأت منذ الاثنين الموافق الأول من يونيو. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الصرف سيبدأ غدا الأحد لأصحاب الشريحة الثالثة الذين يبلغ معاشهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف.
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كل الوسائل للحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف. من مبتدأ نقرأ مصر للطيران تنفي وجود رحلات من الإمارات إلى القاهرة. حذرت مصر للطيران عملائها من الأخبار المتداولة حول إعلانات معروضة تنسب للشركة بشأن تشغيل رحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. أكدت مصر للطيران عدم صحة هذه المعلومات وأنه لا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت الشركة إنه ليس عليها أي مسؤولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي قامت بالإعلان عن هذه الرحلات. وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر، وهي الموقع الإلكتروني للشركة EgyptAir.com، عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالإمارات العربية. تسير مصر للطيران رحلات استثنائية إلى عواصم ومدن العالم لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد. من موقع مصراوي نقرأ خبر بعنوان 1348 إصابة جديدة في مصر ونجاح تجربة بلازما المتعافين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ووفاة 40 حالة جديدة. أوضحت الوزارة أن نحو 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس. وأعلنت وزيرة الصحة والسكان نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية، وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن موقع سكاي نيوز نقرأ خبر بعنوان واشنطن تستهدف طالبان لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. شنت الولايات المتحدة ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المسلحين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع. وكتب المتحدث باسم الجيش الأمريكي سوني ليجت في تغريدة يوم الجمعة أن الضربتين نفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان، وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، وتابع: نكرر، يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام. ما زلنا مع الشأن العربي والدولي، ومن موقع روسيا اليوم نتابع خبر بعنوان مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. تعهدت دول مجموعة العشرين في بيان صدر عنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. وورد في البيان أن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل منظمة الصحة العالمية. وسبق لمديرة منظمة الصحة العالمية للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان أعلنت أن 60% من ميزانية المنظمة تتكون من المساهمات الأمريكية، وأن إلغائها سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمليات. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعتزم وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، وقال:
بسبب رفض منظمة الصحة العالمية إجراء الإصلاحات المطلوبة. تعتزم الولايات المتحدة توجيه هذه الأموال لجميع دول العالم للاحتياجات الصحية الطارئة. وتعتبر واشنطن من أكبر المساهمين في منظمة الصحة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار عام 2019.